في هجوم فريق مايوركا الذي يغيب عنه عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، البرازيلي جيروميل ومواطنه فيكتور، وكذلك الإسباني لوبيز ومواطنه أريزمندي، وأيضا بسبب الإيقاف يغيب مارتي وماركيز، بينما الريال يغيب عنه أساسا. هذه رأسية ممتازة في المرمى، هدف أول رائع من جانب مايوركا الذي فشل في التسجيل على ملعبه، وها هو يسجل في سانتياغو برنابيو عن طريق إميليون سوي الذي ينجح في إحراز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السادسة برأسية رائعة. لاحظون جماهير قليلة، كم 50 شخص ربما أقل، 40-30 جاءوا من مايوركا ربما على نفس الطائرة مع النادي، وإميليون سوي يسجل أول أهدافه في الليغا هذا الموسم. إذن سوي في الدقيقة السادسة يحرز الهدف الأول لمصلحة الضيوف، كرة ممتازة كانت مرفوعة من الجناح الأيسر من جانب جوفاني دو سانتوس، والرأسية صعبة جدا على العملاق دييغو لوبيز، رغم المتر 96 سنتي فإن الكرات هذه الكرات التي تقفز على الأرض، الكرات التي تأتي يعني إلى جانب الحارس البعيد تصبح صعبة جدا، في كيلومتر يعني يبدو أقل تأثر ببرد العاصفة. تخلص جميل من لوكا مودريتش، يمر هذا اللاعب البارع والذي بدأ يثبت وجوده، يمر الكرة ممتازة أمامية، بيبي يقدمها إلى رونالدو فالشباك، هدف أول لريال مدريد، هدف التعادل في الدقيقة 15، ومايوركا يطالب بوجود تسلل لكن حكم المباراة لا يعترف بذلك. إذن هدف أول جميل من جانب فريق ريال مدريد. هنا دو سانتوس يعترض لحكم المباراة ماثيو لاهوز، لكن مورينيو يرتاح بالتعادل. إذن هدف التعادل لهيغوايين، غونزالو هيغوايين يسجل التعادل، هو 10 أهداف هذا الموسم. والحقيقة لاحظوا يعني هنا هيغوايين يتقدم، ليس هناك ليس هناك تسلل على الإطلاق، لأن بيبي مع الكرة كان أسبق من هيغوايين. لاحظوا مودريتش يعطي الكرة لبيبي وبيبي يسبق هيغوايين، نعم هو لعب الكرة إلى الأمام ولكنه كان مع الكرة أسبق أو أقرب من هيغوايين إلى خط مرمى مايوركا، وبالتالي هذا هدف صحيح. هدف سليم لهيغوايين، الأرجنتيني يحرز 10 أهداف هذا الموسم، وهذه ضربة ركنية ثانية لمصلحة فريق مايوركا في مباراة اليوم عند جيفاني دوس سانتوس. دوس سانتوس هذا الذي يظهر في كل كرة، وهذا هو ربيب نادي برشلونة لأنه تخرج من الفريق الثاني لبرشلونة. رأسية ثانية في المرمى، هدف ثاني لمايوركا أيضا بالرأس، واليوم رؤوس مايوركا تدك شباك ريال مدريد. أليخاندرو ألفارو يصعد الكرة ويضعها برأسه في الشباك، إذن أليخاندرو ألفارو يسجل الهدف الثاني لمصلحة مايوركا في الدقيقة 21، ومايوركا ينجح أيضا، هذا أول هدف، ثاني رابع هدف، هذا رابع هدف في الموسم الحالي لأليخاندرو ألفارو لاعب وسط فريق مايوركا. الركنية من دوس سانتوس مباشرة يصعد إليها، ويصعد يعني لاحظوا أعلى من راموس، وتمر الكرة هناك يعني تمر وتسكن الشباك، وبالتالي يحرز الهدف المدرب جوزيه مورينيو، لكنه أجرى تغيير في 4 مراكز. هذه كرة رأسية عرضية، هدف ثاني لريال مدريد أيضا بالرأس، والذي ينجح وكريستيانو رونالدو برأسه يسجل، بقدمه اليمنى يسجل، باليسرى يسجل، وهنا يتعادل الريال في الدقيقة 7 من الشوط الثاني. إذن رقم 7 يسجل الهدف رقم 27، في الدقيقة 7 من الشوط الثاني. الدقيقة 52 من ركنية خامسة يصعد إليها بالرأس ويضعها بعيدة عن الجميع إلى الشباك أعلى. لاحظوا هذا الارتقاء، تذكرون كيف صعد أمام مانشستر يونايتد، عملية الارتقاء التي تحدث عنها العالم أجمع. هنا كريستيانو الأول لريال مدريد والعاشر له شخصيا، يتقدم ويسبق بنزيما بهدفين. هذه الكرة من جديد عند كونتراو يلعبها ويسقط أرضا والحكم يدرك اللاعب، ترجع الكرة إلى مودريتش يصوب، يا سلام، هدف ثالث رائع من لوكا مودريتش. مودريتش كما أطلق صاروخا في مرمى مانشستر يونايتد يفعل الشيء نفسه في مرمى مايوركا، هدف من أروع ما شاهدنا هذا الموسم، ليست فقط التسويبة الرائعة ولكن رد الفعل، الكرة العائدة مباشرة مقابلها دون إبطاء وانتظار، يطلق كرة قذيفة لا تصد ولا يشك لها غبار حقا. كونتراو يعرج
كوينتاو يفقد حذائه ويقول للحكم يعني كل هذه العرقلة لم يكن فيها ضرب الجزاء لي. لاحظوا كيف حذاء على كل حال لم يعد هذا مهما. لاحظوا كيف لأن الهدف أجمل من ضرب الجزاء. لاحظوا أعادها الدفاع فاستلمها وأطلقها من قلبي. رائع رائع روعة فعلا من 25 متر إلى المقص الأيسر إلى هناك إلى زاوية الشيطان في أقصى الشباك. مودريتش يحتفل برازيلي وجاء اللون الحالي الأصفر والأزرق والأخضر والأبيض المستمد من على البرازيل. وظل ربما في أمريكا الجنوبية أشهر فريق أبيض هو سانتوس البرازيلي. هنا هجمة هنا فرصة هنا هدف رابع. نعم سجل هدفه الثاني هذه الأمسية والرابع لريال مدريد والهدف الحادي عشر في الموسم الحالي لهذا الفتى الأرجنتيني. والعمل الكبير من هناك قام به من؟ قام به مسعود أوزيل. هذه عملية الأسيست العاشرة. إذن أوزيل يسبق فابريغاس وميسي ويبقى خلف إنيستا بفارق ثلاث تربيلات حاسمة. أوزيل يقدم وهيغوايين يرد التحية بمثلها ويصيب الشباك بقوة ويحتفل بطريقته المعهودة.